مشاهدينا الكرام، الآن يسعدني ويشرفني أن أنا ألتقي مع السيدة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة. سعيد انا وسهلا الوزير. أهلا وسهلا. التخطيط أساس كل شيء وأعتقد أنه ما جرى في مصر خلال السنوات الماضية كان يعني وزارة التخطيط حاضرة فيه في كل القطاعات. اليوم أعمال هذا المؤتمر كيف تجدينها؟ يعني مفيده سواء لمصر او للقاره الافريقيه التي تعقد الاجتماعات فيها اول مره في القاره صباح الخير وطبعا الاجتماع ده اجتماع مهم جدا مصر يمكن رؤية مصر 2030 مستهدفاتها وخطة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في مصر كانت من أوائل المحاور اللي كانت فيها الاهتمام بالبنية التحتية اللي تمت سواء كانت بنية تحتية في طرق في مواصلات لائقة للمواطنين أو في بنية معلوماتية عشان نطور التكنولوجيا النهاردة بقت هي لغة العصر في في الوظائف لغه العصر في الاتصال فطبعا وجود هذا التجمع البنك الاسيوي للبنيه التحتيه ده تجمع طبعا هام جدا بيؤكد على الدور المصر اللي مصر لعبته الفتره اللي فاتت في التطوير الكبير اللي تم في يعني مجالات مختلفه زي مجال البنيه التحتيه زي انشاء مجموعه من المدن العديده بنتكلم على تقريبا 24 مدينه جديده لاستيعاب الاعداد المتزايده من السكان وطبعا يعني يعني توفير جودة حياة للمواطنين عندنا مشروع التنموي الكبير حياة كريمة اللي بيوفر أيضا حجم كبير من الخدمات المتميزة لأهلنا في الريف المصري فكل دي الحقيقة يعني الفترة دي يمكن فترة آآ آآ غير عادية لأن العالم كله مر بأزمات متتالية بدءا من أزمة كوفيد إلى الأزمة الروسية الأوكرانية فمهم جدا أن احنا آآ كنا آآ نلتقي عندنا تواصل مع مثل هذه المؤسسات الدولية متعددة الأطراف عشان نشارك مع بعض تجربة مصر وتجارب الدول الأخرى ونشوف إزاي نقدر نتغلب على هذه التحديات سيدة الوزيرة من, من ضمن الأمور التي يعنى بها المؤتمر فكره سد الفجوه التمويليه في خاصه قطاعات البنيه التحتيه واعتقد انه يعني الاستثمار مهم في مساله البنيه التحتيه لانه لا تقوم قائمه للدول الا بها الفجوه التمويليه هذه كبيره في يعني في الدول الافريقيه ومنها مصر الحقيقه احنا يمكن الفتره السنوات الماضيه استثمرنا بشكل كبير جدا في البنيه التحتيه ويمكن الفتره كانت فتره استثنائيه كانت لازم الدوله احنا خرجنا من مرحله عدم استقرار سياسي وامني قبل 2014 فكنا محتاجين ان الدوله تتدخل بقوه لرفع مستوى جوده البنيه التحتيه النهارده احنا خطه الدوله خطه الاصلاحات الهيكليه بتركز على مشاركه اكتر من القطاع الخاص سواء القطاع الخاص ده محلي او اجنبي عشان هو اللي يدخل النهارده يعظم العائد على هذه الاستثمارات فاحنا بنتكلم النهارده على مجموعه من مشروعات كبرى بالشراكه مع القطاع الخاص سواء كانت مشروعات المواصلات العامه سواء كانت مشروعات في الاستثمار في مجالات الطاقه بتتكلمي على اداره ولا فقط تاسيس تاسيس واداره الاثنين مع بعض طبعا تاسيس واداره اداره بشكل اساسي طبعا عندنا مجموعه من المشروعات اللي بيدرها القطاع الخاص وفي مشروعات اخرى بيخش بشكل تاسيس واستثمار مشترك مع الدوله او بيخش الدوله بتسهل كل يعني الأمور الخاصة بهذا الاستثمار والقطاع الخاص هو اللي بيخش فاحنا بنتكلم على يعني القطاع الخاص بيشغل أكثر من 85% من العمالة في مصر فهو اللي له الدور الأساسي النهارده بعد ما تم تجهيز البنية الأساسية للاستثمار فيها هناك فكرة لدعم القطاع الخاص في مصر وهذا تحدث عنه السيد الرئيس أكثر من مرة حضرتك بتقولي لي رقم انا شخصيا فوجئت به او النسبه يعني انه 85 في تقريبا أه هل هناك اتجاه لدعم القطاع الخاص يعني بشكل وطني طبعا القطاع الخاص هو اساس هو الشريك الاساسي في التنميه ويمكن الدوله دورها دايما بيبقى رقيب ومنظم ومساند للقطاع الخاص اللي هو اصل عمليه التنميه فاحنا النهارده في مجموعه من الحوافز تم توفيرها للقطاع الخاص عشان نسهل له الاستثمار مجلس اعلى الاستثمار تلعب بمجموعه من الحوافز المختلفه عندنا وثيقه ملكيه الدوله اللي بتؤكد على انواع القطاعات اللي هي الدوله حتى بتتخرج منها نتركها الخاص وايضا عندنا قانون المشاركه مع القطاع الخاص وعندنا صندوق مصر السيادي ايضا اللي بيوفر الفرص الاستثماريه المختلفه للقطاع الخاص توجه الدوله نفسه آه دكتور هلا سعيد شرفتيني شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا شكرا سيدة الوزيره شكرا جزيلا